عام 2023 السنة الحالية نفقات الدعمية في حدود 11.475 مليار دينار، ثم تراجع طفيف. نفقات الدعم سنة 2023 تمثل تقريبا يعني 20.5% من مجموع نفقات الميزانية، في حين أنه سنة 2024 النسبة هذه بس تراجع شوية، ونفقات الدعم بتمثل فقط 19% من نفقات الميزانية. المكون الأكبر لنفقات الدعم للسنة القادمة وللسنة الحالية هي نفقات دعم المحروقات. الحقيقة في ظل تراجع إنتاجنا الوطني، وفي ظل ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، وفي ظل تراجع التفيف الذي يشهد سعر صرف الدينار، يعني نفقات الدعم قاعدة ترتفع بشكل كبير وقاعدة تشكل في معضلة حقيقية. وسنة 2024 نفقات دعم المحروقات بتوصل 7,086 مليون دينار، تقريبا 7.86 مليار دينار هي نفقات دعم المحروقات سنة 2024. والحلول اللي مشت فيها الدولة هي التمشي اللي مشت فيه هو مواصلة رفع الدعم والاحتكام إلى أسعار المحروقات في السوق العالمية، واعتماد آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات في المضخة. لكن الجديد اللي جاء به قانون المالية سنة 24 يتعلق بإحداث هيئة تعديلية لحوكمة قطاع الكهرباء.